من الاخوان المتحدين للرياضه. اتشرف اليوم بالتواجد لواحد من اجمل واكبر وافضل ملاعب كره القدم على مستوى الدول الافريقيه والعربيه. استاذ الرافد استاذ القاهره الدولي، اليوم ان شاء الله راح اكون معاكم في الوصف والتعليق على مواجهه الاهلي الاياب في منافسات دوري ابطال افريقيا، مع كامل الامنيات بالتوفيق ان شاء الله لممثل الكره المصريه اللي دائما وابدا ما يكون حاضر وفي الموعد في المنافسات الافريقيه. انتظرونا بحول الله في الوصف والتعليق على هذه المواجهه عبر قنوات اون تايم سبورت، وخلوكم دائما مع المتحده في الموعد.